هلا فرحان يا كيف حالك؟ شلون صحتك؟ اخبارك؟ نومك؟ كيف الصحة؟ هلا ابو شاي مرحبتين. كيف الحال؟ شلون صحتك؟ ساك طيب؟ هلا ابو مطلق مرحبتين. كيف الحال؟ شلون صحتك؟ ساك طيب؟ كيف الحال؟ شلون صحتك؟ ساك طيب؟ شو الصباح الجميل؟ يلا حيا الشباب. مفطرين؟ لا افا اكيد الله يجعله بالعافيه. يا هلا ومرحبا. يا هلا يا هلا يا هلا يا هلا يا هلا الله حيه. ولا منو ولا شنو ولا مين؟ ايش هالزين؟ مشطي احمر. الله يرحمه. مشطي احمر. مشطك احمر. تصور ريح احسن. المفروض ما تسلم على اللون. لا لانك انت حمر عين. ايش والله بس صادق. البقى 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 على وجهه بينها وبين الله يجعلها ان شاء الله اخر المشاكل. ابشرك ان شاء الله. يا مرحبا. هلا بالشيخ. مرحبا. هذا نسفته شريعه جاهزه ما يعني شيء لابد حد ينام فيها بعد. والله اني صليت. والله؟ يلا رحت فوق. ليه ما تصلي جماعه معنا؟ صليت لاني انا ادري المكان اللي فيه ناس كثير يصير فيه مفاوضات فتصير فيه تاخير للصلاه. لا ان يا هلا ابو شايع. اي على الله تمام. أكلنا وسقنا القدم قدام ولا يدرك الرجال واجب نعمة على الله توكلنا وسقنا القدم قدام ولا يدرك الرجال واجب نعمة. اليوم العزائم أول شيء فيصل عزيان الله يبيض وجهه. فيصل بس مع نفسك سوي مساحة بتويتر مستضيفني وأعطاني أسئلة خفيفة لطيفة طعيمة زي وجهه الحلو وخلصت الفقرة عنده. شو عازمني سيف على بث وجيت عند سيف لازم تسوي عدل بين شو اسمه هذا هذه إذن سيف متحمس تعالوا عند سيف بن فهد بحسابه مجتمعين كلنا سنين متحمل لبسك الشيخ عزيز جميل اللذيذ طعيم تقول حرام الله يجعلك تحب الكعبة قلامي آمين. هلا ومرحبا وش العلوم؟ الحمد لله شبيت نوم ارتحت صليت قريت تروشت طلعت الحين يا اخي الحياة لما يكون فيها تصير كذا. المكاد اني الحين طالع لأخيتي باخذ فطور وقهوة وعلوم غانمة ومن عندي على ابو فارع بالمستشفى نبي نفطر حنا وياه هناك وسلطان وابو عمري والربع اللي الله الله طويلان حطويلان نايم يقول لا تصحيني يا بشبع نوم اي نام نسأل الله السلامة والعافية. الله الله هذه العلوم. ايوا ابو فارع طلع وانا محسب اموري على اني بروح سكان الحرس المستشفى قريب من هناك يعني مجدولة على كذا. الحين انا بالمنتصف ما بين الشرق والشمال اروح سكان الحرس اخذ الفطور ارجع العلية الشمال مرة ثانية. تقريبا وقت مقدر الوصول تقريبا اوصل بعد الظهر بكره. اوكاد فدا والحمد لله على السلامه يا ابو فارع واخر الاوجاع ان شاء الله جعلك ما تطب المستشفى الا ومرتك حامل مدري والد مدري شو اسمه كيف الطريقه. يا هلا حياكم الله. ما شاء الله ما صام صح؟ صمت؟ لا انت جعري رمضان؟ ايش العلوم؟ الحمد لله. طيب اشتقت لي؟ ايه كثير ولا شوي؟ كثير. قل والله العظيم. والله العظيم. قل قسم بالله. قسم بالله. لا كذا قسم بالله. قسم بالله. قسم بالله. تميم. سلمني على ابو فارع. يوصل ان شاء الله. يلا مع السلامة. تم الوصول للوقت المناسب. يا رب لك الحمد. صح اني متأخر دقيقة بس يعني شيء أفضل من لا شيء.
كيف الطريق الحين؟ كيف الشيء؟ عجل يا سلطان عجل. هلا هلا بالشيء. الله يطول لي في عمرك. انا اسف ودي والله اني اشيل ولكن يعني الله يجعلني ما خلا ولا عدا. بعد روح. والله يسعد اللي سواه. امين 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 امين. الحين راح نطب على الشباب نشوف ايش من اللي صام من اللي ما صام. ما شاء الله الشباب متجمعين هنا صايمين ولا انا ما اسلم على الصايمين. هلا هلا كذاب يقول نبي نفطر بس نجيكم يا ولد انا ما بعت رجالك سحاب انا ما طمعت على الله اشوفك كنت في الربع ابي اجي معزوم انا ركان الله ما يسالف عبد الله الله يعينك عليه قلب والله لا اجيك بخلص من الركان انا بفطر ابو امشي والله ما تمشي ما هف مقيط ورشه اذلب اذلب ورجيل تهرجيل تهرجيل الله يجعله بالعافيه الله يكثر خيرك طيب فك حق المستشفى هذه سويتها ما يمسها النار ان شاء الله امين يا هلا ابو هيف مرحبا هذه والله الساعه المبروك اي والله انه ضعيف انا ما دريت انه ضعيف الا يوم اصيب بعد هلا بالشيوخ مرحبا يا هلا يا هلا والله اني صادق حلالكم الله يسعدك وين الاصابه هذه تبي تجمعهم من قديم جبتهم القم والله ما ينفع قرح الله لا يحييك انا صوي بلا يب يا فهد ابقى انا مصلح اقهر احد اي والله يا هلا حياكم الله طلعت من ابو فارع الله يجعله ما يشوف شر ويجعلها ان شاء الله اخر الاوجاع اموره يا رب لك الحمد عال العال ما فيه الا العافيه توي وصلت للاستديو استديو الحان استديو الشاعر المنشد الجميل حسين للبيت امسي عليه بالخير عندي عمل بسجله ابو ساعه ونص وبعدها نشوف الطويل قام ولا ما قام ندور لنا هالدرب وربع نروح مني ولا مني مغير الكرت حقه استاذ تفهم يود شكلك نفس الصباح ما تغير ولا شيء انا ما تغير انا مثل الشكل عادي تغير الشكل لا الشكل ما يتغير اوكي انا اسف دور ربع قلتي دور ربع ترى انا كنت بالغرفه هذه هذه والله صدق السلام عليكم مساكم الله بالخير طبعا سجلت يا رب لك الحمد توي واصل الاستديو بريح شوي بعدين بطلع ولكن قبل الكلام هذا كله في موضوع تكلم عنها الكل والاغلب وانا لازم اتكلم عنه اللي هو موضوع التصاميم يعني التصاميم اللي طلعت الفتره اللي راحت من لقطات كانت في البرنامج او بعد البرنامج هي تصرفات او تعبير عن مشاعر بلحظتها بطريقه عفويه ومشت السنابات والامور طيبه ما فيها اي شيء يعني الحمد لله بس ان المصمم يقص ويبطي ويسرع ويركب اغنيه ويركب عباره معينه فتطلع او يطلع التصميم بطريقه او بصوره ما ترضي الله سبحانه وتعالى قبلنا كلنا ثم ما ترضيني انا ولا ترضي الناس اللي يحبوني وعامه الناس يعني فحنا ما نبغى ندخل بسين وجيم واشياء والله العظيم الواحد ما ابغى يدخل نفسه فيها متاهات يعني المتضرر صاحب التصميم نفسه فانا اتمنى الله يبيض وجيهكم ورايتكم بيضاء يعني التصاميم ولا شيء إكمال الكلامي فأنت المصمم والمصمم الله يبيض وجهك جهود جبارة تذكر فتشكر ولكن لما تصمم مقطع صممه بشكل يرضيك أنت يرضي الله سبحانه وتعالى أول ثم يرضيك أنت ثم يرضي الشخص اللي أنت مصمم له المقطع فقط يعني الباب هذا لو في مقاطع بنوقف عندها صاحب التصميم نفسه والله العظيم أنه متضرر سواء مني أنا أو سواء من ناس ثانين يعني برفع قضايا أو ما شابه والباب هذا والله ما ودنا نفتح ولا ودنا ندخل فالله يبيض وجيهكم موضوع والله انه حزب خاطري وانا ملاحظه من زمان ولكن ما جاء له مجال يتكلم فيه فيوم جاء المجال اقول يعني وازيد وعيد على كلام الناس اللي تكلموا بنفس الموضوع الله يبيض وجيهكم ورايتكم بيضاء يا احبابي بدي افهم واعرف اذا حد يفهم يعني يعلمني الحين اللي يركب على اليمين دايم ايش يسمونه ايش يسمونه قل الصدق يسمونه ما منه فايده يا هلا ايش تبي هسه شنو وجهك؟ شماغك يا طيب؟ تقول شماغرك كان اخوي؟ حق واحد من الشباب. انا ما سوق شماغ، ما سوق اغراضي.
والله العظيم حرام. لازم تحافظ على اشيائك يا اخي. شو اسوي؟ اها هذا استغلال الفرص عشان صورت الديناصور. استغلال ورانا ناس. اجل 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 يلا خلاص روح. يا طيب ايش مالك زين يا طيب؟ خلي شماغي تدريني شايفك مثل بعض. تدري شايفك من بعد كيلو؟ قل لي ايش؟ تحس مني القمر صح؟ لا سيف موجود طويل مره. طويل ولا قمر؟ كلها والله والله. اسمع الرجال يسوي قرعه. يلا عد العشرة بيننا الثلاثة. يلا انت انا خلاص انت 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 القرعه رضا بها الرسول خلاص انت خلاص والله ما عيدها والله والله ما عيدها خلاص والله ما عيدها مشكله. احنا بنت قهوه وبنت سحر واحد يدفع قهوه. يلا شوف الشباب انت لو فيكم خير خلوني اسمعكم. يا ولد انت عيب خير انت وياه تناقرون. والله العظيم كل ما جينا مكان لازم الهوشه هذه. كيف الطريقه والله تناقرون. حل المشكله اللي بعدك بدك تنزل منيو كامل واي واحد اليوم على حساب ذيبان ابشر ازانا يحريبها يحريبها المغانم. اما بلاني الا انت يا اخي ضغطني على جرح العظيم. هذه ثاني مره عبد الله قاعد يصور. انا اهتم بغيرها. قل لا اله الا الله. قل لا اله الا الله. تصور مقطع تيك توك ورب الكعبه ما دريت ضغطت على كتفك. والله ما دريت. نظام بسوي نظام من حق الترندات هذول فهمت. ليش والله سلمت انت والترند. انا شفت زين رمشه تقول برمشة عينه زينة أخذ عقول البشر برمشته لا رماي الزين لولا بلاد بتصير ريس بلاد والباقي والله يا ابو فهد ما حافظت. هذه هذه هاي شو امشي بسرعه بنحكي على السحور. ما الفرقان وفرق سحورنا تونا نطلب سحور الحين بالفندق كم الوقت ويوصل؟ باقي ساعة. يعني السحور يوصل وباقي أربع دقائق على الصلاة. زين زين خلاص أربع دقائق قاعد حقة النزول والسداد معوض يا أبو سعد معوض.